في إطار حماية الذاكرة والتراث الوطني وتنفيذا لمخطط حماية الممتلكات الثقافية بناء على معلومات واردة إلى الدرك الوطني عن عصابة قامت بنهب آثار من الموقع الأثري يا بي جميلة، بعد وضع خطة محكمة تمكنت وحدات الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني بالعلمة من تفكيك العصابة وتوقيف 3 أشخاص وحجز 300 قطعة نقدية و 32 قطعة حولي تعود للحقبة الرومانية. أفراد العصابة سيتم تقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة.